السلام عليكم، شلونكم اخواني؟ يا رب الكل بخير. اليوم جايب لكم قصه خرافيه واول مره اسمع بها بالعراق. وقبل لا ندخل بالقصه، لايكات واشتراكات حلوات مثل وجوهكم، واتمنى يعني هنوصل 200 الف معودين، يسهل عليكم. ترى الموضوع شخص عراقي طلق زوجته من اجل انستغرام. يعني انت كشاب عراقي من تريد تخطب لك بنيه وما تعرفها وما عندك علاقه بيها، اكيد راح تسال عليها، على اهلها، على خالاتها، على عماتها. هذا الشيء متعارف عليه بالعراق، بس احنا الموضوع اليوم يختلف في شيء. هذا الانسان تعرف على بنيه من خلال انستغرام وكون علاقه بها بالانستغرام، والولد جاد وجا خطب البنيه. لهنا اوكي، لهنا ولد على راسي، اخلاق تربيه ما كذبت عليها. نمشي. زوجوا ورا 3 اشهر طخت عده، قال انا اسال انستغرام، قالت لا يعني هو هذا يعني اللي عرفني بيك، هذا يعني مثل صديق انت بالشغل، وهذا انا بالنسبه لي مثل ما حبيت اكون العلاقه، ما راح اخونك انا. قالها لا، انستغرام ينمسح. قالت لا ماشي، انمسح الانستغرام مالتها. بس سوت واحد حسب كلامه، سوت واحد بدون ما يدري، فتواصلت بصديقاتي عندي ودائما احكي، وقبل لا اعرف زوجي وقبل لا يعني نوصل مرحله الحب انا عندي صديقات احكيها، انا ما اقدر اعوفن. ويعني صار لي وياي تقريبا يعني فتره الانستغرام، يعني صار له قديم من زين. فاجا في يوم صدفه لقاها مسوي بث مباشر يا صديقاتها، قلب الدنيا، كب الموبايل، كسر الموبايل، كتلها ودها لاهلها، بعدها انكتلت وهي عزيزه، وتعرفون يعني الغيره مال امها، شلون يضربك وانت هيك؟ قالت له طلقني. هذا ما قال ما طلقها على مود الانستغرام. انت كعراقي حبيبي تقبل بهذا الشيء؟ خلي لي بالتعليقات، انت بنيه قبلين هذا الشيء يعني تسوي انستغرام بدون علم زوجك، او زوجك قال ليش لا تسوينه وتسوينه؟ اغلبيتها كلها عدا انستغرام، واكو شغله بالانستغرام نتخليه خاص، هذا الشيء ما حد يشوفك حتى الا انت تضيفه كمتابع. بس الموضوع الطامة الكبرى، يعني من اجل بوبجي طلق زوجته، من اجل فيسبوك طلق زوجته، من فايبر، من اسك، يعني احنا عمود برامج. انا بالنسبه لي نزوج بنيه، اما اعطيها موبايل واقولها واحده اثنين ثلاثه وتنفذ، صح لو لا؟ بس اما من اني اتعرف عليها عن طريق هذا البرنامج، وادري بيها البرنامج تحبه، وادري بيها يعني تحبني، وافقت بي وتزوجنا وكوننا اسره، واحرمنا من هذا الشيء، لا هذا واقف. يعني احنا وين نوصل؟ انت حبيبي اذا يعني تحس بالموضوع البنيه غلطانه قل لي بالتعليق، واذا الولد غلطان هم كذلك. احنا شنو ذنبنا؟ يعني انت اختبر زوجتك وطلعت خاينه، ليش تنشرها قدام العالم؟ يعني والله العظيم يا شباب، والله شاهد علي، يعني طبق شغلات يمكم وكتبوا لبالكم، يعني انا احب يعني ادور عليه الشغلات. يعني نزل منشور والله العظيم انصدمت، اختبرت اختي وطلعت لها علاقه. يعني شوف شوف العقل وين وصل، اختبرت زوجتي وطلعت خاينه، اختبرت امي وطلعت لها. يعني شيء وين نوصل احنا؟ هذا هذا وين هذا؟ شنو تختبر امك؟ شنو يعني تنشر قدام العالم بكل فخر؟ عاد رجولتك وين؟ شخصيتك وين؟ انت كعراق وين؟ والله العظيم يحيرون، والله العظيم. يعني انا كشاب انصدم. يعني يا حبيبي انت ذا شك بامك، ذا شك باختك، ذا شك بزوجتك، لمن تعطيها موبايل؟ صح لو لا؟ لمن تسلم الحريه؟ فاحنا يعني مع احتراماتي كل شيء، اهم شيء يريد يزلق واحد، هاي يسمونها مو طشه، الزلقه يسمونها. فالعالم كلها تريد تزلق، يعني يا هي جو زلق وناشر اختك وناشر. والله عيب، والله العظيم، والله العظيم عندي قصه ذا احكي لكم اياها، يعني مع لسان ولد، والله العظيم، والله العظيم دمار. يعني يقول بنيه ناصبه على ابوها بعلاقه حب، والله العظيم. وفعلا قسم لي بالقران، واذا وصل 5000 لايك احكي لكم القصه والصار بالبنيه بعد ما ابوها درى عندها علاقه وياه وتضحك عليه. يلا وصلوني قد ما تريدون حتى نزلكم هاي القصه. واذا طب المقطع يعني اليوم 5000 لايك، او باكر 5000 لكم مهله 3 ايام، اذا ما طب 5000 لايك يا شباب اقول لابوها عندها علاقه بيك. يلا.